مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. زميلنا المعلق لطفي خالد. سي لطفي مرحبا بك. تحية ليك نوفل، تحية للي يسمعوا فينا الناس كلها لمزيكا فام. محليك لطفي كاينك في ماتش. نحب نقول ساعة، نحب نشكرك ونقول لك يعطيك الصحة. ايجا نقول لك باش نحكيو على الظاهرة اللي صارت لك. انت معلق متميز بالإذاعة والتلفزة التونسية، موهبة كبيرة، حضور متميز، برشا توانسة يحبوك. ولكن اللي صار لطفي انه جيت في عشوية توانسة قلقين كمان، ما فهمش احداث تصير لي انا مع ساعات نعمل حاجة بسيطة وكيبدك اللي فما فراغ ما فماش احداث. ركزوا معك به، فما فيديو قاعدة تدور على تعليقك اللي هو فيديو مفبرك. تو نسمعوا الاكستري هذا ومن بعد تو نسمعوا الاكستري صحيح. اسمع معنا. علي العابدي، علي العابدي عند الكورة بالراس للمجبري، يلا عنا بانيسا قد يفعلها المجبري حنا بال. هذي مفبرك خطر، مهما تتفاعل ما تنجمش تصيح هكا. انا شقت عليها نوفل، انا شقت عليها. اللهم عذر التفاعل راهو به نوفل صحيح. هما زاد شويه اوفر دوز في الصوت. أي. هذه النسخه اللي زادوها في المونتاج. نسمعوا دونك الصوت الاصلي، نسمعوا الصوت الاصلي من بعد ناخذ تعليقك. علي العابدي عند الكورة بالراس للمجبري، يلا عنا بالي ساد قد يفعلها، قد يفعلها المجبري حنا بال، قد يفعلها أمامكم على الصورة. هذا هو القادم على مهل في المنتخب الوطني التونسي، قد يفعلها حنا بال المجبري. شوف 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 الكرة، الكرة كوارجي ولا لا؟ كوارجي ولا لا؟ عندك نيفو ولا لا؟ هذا المطلوب. فوالا دونك كوارجي ولا لا؟ عندك نيفو ولا لا؟ تعليقك انت على التعليق اللي قالوا فما مبالغه بتيتر، المباراه وديه عاديه ما تستحقش الحماس هذا كله، شنو تعليقك لطفي خالد؟ شوف باش نبداو واضحين نوفل، يعني الهيئة الاعلاميه اللي صارت مع القادم الجديد بالنسبه للمنتخب التونسي بالنسبه للولايات يعني برشا انه يكون معنا بالنسبه للمنتخب التونسي، يعني من موناكو يمشي للمايو بقيمه 30 مليار، قيمة كبيرة برشا، حتى الصحافة الفرنسية تحدث على الانتقال بالنسبة للملاعبي هذا، ما هو بالمنتخب الفرنسي، يعني تحدثوا عليه برشا ومشى لتونس، يعني عمل بوليميك برشا الملاعبي هذا. أنا بزاي جي مع الملاعبي هذا، لو كان مع ملاعبي عادي يعني معايا تونسيح، لكن حب الانتماء مع المنتخب التونسي ما فيش كلام، أنا ما نحسبش. عكس أنك تكون في ماتش في مباراة بالنسبة للبطولة عادية، اليوم مع المنتخب التونسي ما نحسبوش، كذلك مع نوادي على مستوى القاري أيضا أنك تنافس من أجل رفع الراية الوطنية، كلوب أفريكا، تارجي، كذلك ليتوال أنهم يلعبوا مع فريق من بلد آخر، أنهم يجيو مع تونس. هذا هو نعرف البوليميك اللي صارت معنا حالنا بعد المجبري، وإحنا قلناه وليد الصغير هو. وأنت تعلق بنوع من الشو، معناتها اللي موجود فما معلقين توجههم هكا معناتها وموجودة في العالم الكل، ما نعرفش علاش كان جيت في تلفزة عربية أخرى أو ما علقوش العبيد. فما تعليق قلقتك، فما دي كومنتير اللي أزعجوك لطفي خالد بعد الخوضة معناتها اللي دارت بيان سور تقعد على الفيسبوك، ما هيش حاجة كبيرة، تقلقت من تعليق معينة؟ فوالا قص تليفون بما انه لطفي خالد. دونك نعاود نذكر زميلنا المعلق اللي معانا بالتليفون توا، نحكيو على تعليقه على حنا بعد المجبري. هو صحيح ب 30 مليار وغيره، ولكن سامحني نعطي رايي في الكوره، ولكن منظر كبير حطوا احتياطي وحط يوسف المساكني اساسي، معناتها برشا يقولوا معناتها ساعات مدرب المنتخب الوطني لكره القدم مثلا عنده يوسف المساكني لازم يكون اساسي، حتى كان نجيبوا مثلا بوجبا، حتى كان نجيبوا مثلا نعرفش انا نيمار يولي تونسي، يلزم يبدا يوسف المساكني من بعد يدخل نيمار، خاطر يوسف المساكني مهم، يوسف المساكني يلعب احتياطي في قطر، ايش علينا؟ نرجعوا دونك لزميلنا المعلق لطفي خالد معنا بالتليفون، حاول تركح شوي خاطر عندك مشكله ريزو. اتقلقت من بعض التعليق لطفي خالد ولا لا؟ لا لا ولا لا، نوفل عنصر التفاعل هذا موجود، مولفين به، بالعكس ثقة في النفس موجودة، كلام الناس يبقى رأي نوفل، ما هيش حكيت هذا معروف،
يعني كل معلق لا اما جيتك نهارين مش مؤلف تو الناس تحكي عليك اما نهارين كل الانترنت مركزه معك شويه ما تقلقكش الحكايه ما ثم حتى اشكال بالعكس نوبل ما ثم حتى مشكل كيما قلت لك سبناها من ايام الدراسه من مع الصحافه وعلوم الاخبار عماد حسين الوادي الاستاذ اللي تعلمنا منه وكذلك من فتره الترابلس 2004 وعشنا ملحمه 2004 وتتويج بالنسبه للمنتخب التونسي بالكاس الافريقيه مع الاولاد زملائنا الان في القنوات التلفزيونيه الخليجيه حسين الزغدودي كذلك القيدوم خليفه الجبالي وقت ثم انتقالنا للصحافه المكتوبه وقتها مع عبد البهلال كذلك وقت حنا باع 2006 مع المرحوم عبد المجيد بن اسماعيل مرحوم صالح القادري كذلك اسماء كبيره مشينا للاذاعه الوطنيه مع حاتم بن امنا كذلك اسماء نوفل الباشي كذلك علقت معه الان في بن سبور خليفه الجبالي قيدوم موجي النصري يعني بصراحه لحد الان كما قلت يعني نوفل انه المعلق الرياضي هذه هي خدمته اللي يخدم وراه الكلام راهو اللي يخدم وراه الكلام واللي دعا والتلفزه التونسيه انجبت العديد من الاسماء الموجوده البارزه اللي ناجحين بصراحه الان واضح يعطيك الصحه لطفي وانت من الناس اللي متالقين في الاذاعه والتلفزه الوطنيه هذه حاجه حبينا لمحه معاك ماهوش حوار مي على التعليق اللي قاعده تقال واحنا نسندوك على